بسم الله الرحمن الرحيم. المهندس عبد الناصر رئيس الجمعيه المغربيه لحمايه المساك بمدينه العيون. كي كتشوفوا الجمعيه المغربيه لحمايه المسالك اليوم كانت ضمن هذه اللجنه المختلطه لمراقبه وتتبع الاسواق داخل مدينه العيون، والحمد لله كانت الاسعار في المتناول رغم الشكايات اللي جات للجمعيه المغربيه لحمايه المسالك تزايد عدد كبير من الاسعار، ولكن اللجنه الحمد لله كدير المراقبه ديالها بشكل يومي طيله شهر رمضان المبارك، والجمعيه المغربيه لحمايه المسالك راهي تحت الاشراف المواطنين والمستهلكين تحت المجلس الترقي الشكايات خلال شهر رمضان المبارك. اللجنه بالنسبه للجنه دازت عندنا وقلبوا المسائل، داكشي مريقل والاسعار راهم غاليين شويه، بالنسبه للاسعار راهم غاليين في كازا على حساب المواد حنا كنجيبهم غاليين شويه، وملي كنزيدو طحنا شويه جوج دراهم درهم ونص وفك وصافي وسلك مع الكليان ديالك وصافي، والسلعه الخير موجود الحمد لله وصافي. كل ماده كانت من الثمن ديالها، والانسان كيجي على حسب المسائل ديالو. الانسان حنا كنحاولوا نقصوا الكليان كاع، نقدر نبيع السلعه اقل من باش شاريها كاع باش نرضي الكليان ديالي وصافي. الثمن مزيان، جاتنا اللجنه النهار دارت الكونترول ديالها، واخا الثمن مرتفع بزاف حنا غاديين في المستوى، هادشي عالمي الثمن غاديين على حسب لي فاكتور. كتجينا السلعه دابا من كازا واحد شويه مرتفعه، ولكن كنبيعو بالثمن باش كتباع السلعه. كاين بعض السلعه اللي باقي بالثمن الاول، كاين بعض السلعه اللي تزاد فيها شويه، ودايرين الثمن هو هذاك. الاسعار راهي عندنا لائحه الاسعار، عندنا لي فاكتور ديالها سميتو ديال هاد الارقام ديال السلعه اللي معلقين عليهم، والحمد لله جات اللجنه وشافت داكشي كلشي مزيان كلشي بخير وعلى خير. واللجنه ماشي كل نهار، ماشي نهار عاد كتجي، راه يوم في السيمانه هي عندنا، كل سيمانه عندنا اللجنه كدير المراقبه ديالها، ولكن ملي كتلقى المراقبه في المستوى عالي ومتقاد والثمن هو هذاك، يعني المراقبه هي راه كتاخذ عين الاعتبار، راه داكشي واضح. واخا السلعه مرتفعه وكاين بترول زايد وداك الشيء، حنا غاديين على حسب السوق. شي حاجه اللي هي مزيانه راه عندها ثمنها مزيان، شي حاجه ناقص عندها ثمنها ناقص. ايوا هذا هو السوق، هو هذا. ايوا اللجنه دارت راه كتدير الخدمه ديالها، نلقاو المخالفات راه تيديرو مواليهم، ما كاينش مخالفات راه هي هذيك. راقبوا داك الشيء، راقبوا الاسمنه، راقبوا داك الشيء داز مزيان الحمد لله. هو السبب ديال الزياده بزاف، غلاء ديال البترول، غلاء ديال السلعه مفقوده ما كايناش، خلاص من المصدر، من المصدر ديالها غادي السلعه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.